طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش السكرين اللي أنتم شايفينه حالياً؟ سيف وركينج بروسيس معادلة تبريد اللي هي الآن ظهر عليها السكيدجول نمبر ظهر. باين طيب كويس، خلينا نتابع من هالنقطة. كنا عم نحكي إنه في السوق ما بيجي وول ثيكنس continuous، يعني 1.1 1.2 1.3 1.4 الى اخره، بيجي ب discrete values. المصنعين متفقين فيما بينهم عليها حسب الكودز المعتمده. هلا بيعرفوا اللي بسكجول نمبر زي المعادله اللي عندنا الان هون مكتوبه، 1000 ضرب السيف وركينج بريشر تقسيم السيف وركينج ستريس، هذا السكجول نمبر. فانا بكون عندي safe working pressure بعرفه، أنا بدي أشتغل تحت حد معين. والsafe working stress property للmaterial of construction تقسم هاي الضرب ألف، بطلع عندك رقم هون للschedule number. لأن هذا الرقم على الأغلب اللي بطلع معك حسابيا ليس هو الموجود في السوق. طب شو اللي موجود في السوق؟ اللي موجود في السوق السطر التحتاني هذول عندهم سكجول نمبر 10 و20 و30 و40 الى اخره. الاكثر شيوعا في السوق هم ال 40 وال 80، سكجول نمبر 40، سكجول نمبر 80. لا يعني انه ما في غيرهم، لا في غيرهم، بس مثلا عندنا في الاردن صعب تلاقي غيرهم لانه احنا مش دوله بتصنع البايبس. في ناس بيصنعوا بايبس مش انه ما فيش، بس بصنعوها عادة بحيث انه يكون عندهم سكجول 40 وسكجول 80. طيب نرجع للاشياء اللي نطينا عنها. فبالتالي بتحسب السكجول نمبر وبعديها بتنزل على السوق، والله السكجول نمبر عندك طلع مثلا 25 ونص. ما في 25 ونص، شو في بالسوق؟ السوق العالمي على الاقل، انسى السوق الاردني. 25 ونص، ما في 20، في 30. شو بتشتري؟ 30 بيكون. ليش؟ لأنه لو أقل بيكون، لو أقل راح صوتك، صوتك انقطع. أنت شايف السترينج تبعته. عيد الحكي لأنه ما سمعناكش، عيد يا فادي مرة ثانية. ناخذ 30 دكتور، لانه المواصفات تبعته بتكون اعلى من اللي بدي اياها، بس لو كانت المواصفات تبعته اقل من اللي انا بدي اياها تكون مشاكله اكثر. بكون انسيف. يس. بكون انسيف، جود جود انسر. فبالتالي نعم، لانه هاي قضيه سيفتي، فيو جو تو ذا سيفر فاليو. ما بتروح على فاليو ذات از نوت سيف. فبالتالي بتطلع سكجول نمبر وبتروح تنزل تاخذ الستاندرد فاليو او اللي هي اعلى منه، تساويه او اعلى منه، بس ما تاخذ اللي اقل منه. طيب، فاذا فهمنا كيف نستخدم هاي المعادله، فهمنا كيف نستخدم المعادله اللي فوق. وهذا الحكي مر علينا جزئيا في السابق، تتذكر المثال اللي حليناه لما قلنا انه عندي نومينال بايب سايز 2 انش، تتذكر لما قلنا نومينال سايز 2 انش طلع الـ OD 2.38 والإنسايد بيعتمد على إما سكجول نمبر 40 أو 80 اللي موجودين في الجدول اللي في الكتاب. هذا التيب موجود في الأبندكس في الكتاب. لاحظوا depending on the schedule number الـ ID اختلف، لأنه الـ wall thickness بفوت لجوة ما بيطلع لبرا، من برا بيضلوا لاحظوا ثابت بغض النظر عن شو الـ schedule number تاعك. الـ OD ما بتغير، حتى لو كان عندي هون 10 و20 و30 و40 و50 لاخره، بضلوا الاو دي نفسه. فهم بيلعبوا بزياده الانسايد ده يعني. طيب، فهذه شفناها سابقا ومرت علينا، الان صرنا فاهمين اكثر الحكي اللي سابقا مر. طيب، هلا بدنا نعطيكم شويه ارقام بس حتى يصير في عندنا فيلينج للشغل تاعنا هذا. فبنقول مثلا نوت، اذا كانت التمبرتشر عندي less than 250 degrees فهرنهايت، إذا كان عندي ستيل بايب، ستيل بايبس وتحديدا لاب ويلدد ستيل بايب، بصير السيف وركينج ستريس
لإلها تقريبا 9000 بي اس اي. هذا بس بيجي واحد بيقول يا دكتور طب شو يعني لاب ويلدد ستيل بايب؟ اوكي هون بنرجع للصور اللي حطيناها قبل شوي. هذا هو اللاب ويلدنج، الحام بنسميه لاب ويلدنج، انه تيجي المعدن فوق المعدن يعني بيكون في اوفرلاب، هون في هالمنطقه في اوفرلاب بنيجي بنلحم على الحز اللي بيناتهم، هذا بسموه لاب ويلدنج. اوكي هاي هون على جنب حطيت لكم شويه انواع اشكال الحام. هاي اللاب ويلدنج مثلا، هاي لاب ويلدنج. اوكي هذا النظام اللي بتيجي الاند على الاند بنلحم بيناتهم، هذه بسموها بوت ويلدنج او بوت جوينت. هون في اشكال ثانيه، هذول الشكلين حيمروا علينا ليتر في المساق هذا لما نتحدث برضه مره ثانيه على وات از ا سيف عفوا وول ثيكنس للتانكس فيما بعد. طيب لاحظوا اذا كان عندي بوت ويلدد ستيل بايب اللي هو هذا النظام، هذا السيف وركينج ستريس لاحظوا نزل، مع انه لسه بنتحدث هون ستيل بايبس وهون ستيل بايبس، نفس البايب من حيث الماتيريال كونستراكشن بس التصنيع تاعه هذا لاب ويلدنج، هذا بوت ويلدنج. اوكي وبالتالي بصير في التصنيع مين اقوى، هل هاي الجوينت اقوى ولا هاي اقوى؟ شو رايكم حسب الرسم مين اقوى؟ حتى لو هذا اللاب ويلدنج هون ما فيش ملحوم من هون، هاي اقوى من هاي، وهاي ظهرت بالسيف وركينج ستريس. لاحظوا السيف وركينج ستريس هون اقل من 9000، 6500 اقل من 9000، فبالتالي هذا الويلدنج بيعطيني قوه اعلى من هذا الويلدنج. بيقعد بقول يا دكتور يعني احنا نصير يعني نعرف بالحام، بدك تعرف جزئيا. اوكي طيب هذا صوره مش سكتش للبوت ويلدنج، وهون صوره مش سكتش لللاب ويلدنج. عمليا هذا النظام اقوى من هذا النظام في اللحام. طبعا مرات كثير انت بتكون محكوم بالجيومتري كيف تلحم، مين اللي بيلحم حضرتك؟ لا دكتور مين؟ فن الصيانة. لا مش فن الصيانة، المختص بعملية اللحام. ايوه هي هذا الجواب اللي بدي اياه، واحد متخصص في موضوع اللحام. هلا في بعض الجامعات خارج الاردن وهي قليله تعطي بكالوريوس في الويلدنج، يعني بيطلع مهندس لحام ويلدنج انجينير هايلي سبيسيفيك يعني سبيشال وهايلي بايد، بيقبضوا كويس بيقبضوا مليح واكثر من مهندسين بيقبضوا. ليش بيقبضوا اكثر؟ انا بعطيك جوده عاليه بالشغل يعني المشتغل. لا الجوده العاليه يعني حطها على جنب، برضه المهندس العادي بيعطيك جوده بس هذا بيشتغل بايده بياخذ مصاري اكثر. اسمه ويلدنج انجينير، مش بس بحسب على ورق بروح بيعطي الفني بيقول له روح الحم لي كذا. خلينا افصل بينهم، الويلدنج انجينير هو اللي بيحدد التفاصيل تاعت اللحام، ليس بالضروره هو ان ينفذ، زي كانك انت مهندس تعمل الديزاين بس مش انت اللي بتنفذ، واحد ثاني بيجي بنفذ، بيجي مقاول بيجي فنيين بنفذ. ففني اللحام قد يكون فني فقط وقد يكون مهندس وفني في آن واحد، زي الطبيب اللي شو بيسموه الاستشاري ببطل يشتغل بإيديه بصير أطباء المتخصص أو المتدرب هو اللي بيشتغل في إيديه، وهذاك واقف فوق رأسه بيقول له صح وغلط ويمين وشمال إلى آخره. الآن أرجع لموضوع الويلدنج إنجينيرز الفنيين تاعون الويلدنج،
بأخذوا بكالوريوس في هذا التخصص و they are very highly paid بسبب أنه الشغل كان فيه عنصر خطورة أعلى من الجالس في المكتب. عنصر خطورة أعلى، بتعرضوا لأبخرة مش صحية، بتعرضوا لراديشن. فبالتالي بس it is highly paid. من الأشياء اللي لسه البيمنت تاعهم أعلى بكثير جدا من اللي ممكن تتصوروه، اللي بيلحموا تحت الموج تحت البحر، لما يمدوا أنابيب تحت البحر مثلا بدها ويلدينج، والويلدينج بده يتم تحت مش فوق. ممكن خاصة إذا كان في فيلير، هلا بجوز يلحموا فوق ويمدوا الأنبوب، بس لما يكون في فيليرز أو أشياء لازم تركب تحت، بده ينزل واحد غطاس ويلحم. لاحظوا بده يكون شغلتين بيعمل، أول شيء بده يكون غطاس يعني بيعرف يغوص، واثنين بده يكون يعرف يلحم وماخذ التريننج تحت المي كيف يلحم. وهون المي غير الهواء، المي بتوصل أشياء أكثر من الهواء، بيمشي المي حواليك بالضبط، وبتأثر على خصوبة الرجل، يعني ممكن يصير رجال ما يخلفش. فبالتالي هذول بيكونوا ناس تجوزوا وخلفوا، ويعني ما عندهم مشكلة يخلفوا كمان مرة، فبصير يعني ما عنده مشكلة يقوم بالعمليات هاي تحت المي، بس البيمنت تاعهم شيء بالهبل. طيب على كل حال، هذا يعني انتوا توليت عليكم، ما عندناش التخصص هذا في الأردن. في فنيين في بدرسوا ببعض الكليات الفنية عندنا، بأخذ له مثلا شهر أو شهرين للحام، بس ما بيطلع متخصص الحام كمتخصص، وإنما بيعرف يلحم. طيب بكفي الحديث عن اللحام، خلينا نكمل هون. هون مثلا هاي بايبس بلاستيك، هاي يعني حاط صورة إنه موضوع سكيدجول نمبر ليس فقط على المعادن، يعني مش بس الحديد السكيدجول نمبر. هون عندي مثلا 3/4 inch، مكتوب 3/4 inch، شايفينها هاي 3/4 inch. اوكي وين نفس الشيء، واضح انه هون الوول تيكنس اكبر من الوول تيكنس هون. التنين لاحظوا 3/4 و3/4، يعني 3/4 هاي من برا لبرا، من برا لبرا، اللي بيختلف الانسايد. اوكي هذا البايب سكيدجول نمبر 40، هذا البايب سكيدجول نمبر 80. نعم التيكنس كيف صار اعلى، شو الماتيريال؟ طبعا هو مكتوب عليها يا سكيدجول 80، يعني مكتوب هون ثاني مش مبين، لا والله هي اس 40. اوكي شو الماتيريال في كونستراكشن هذا؟ كيف انا عرفت انه بلاستيك؟ بطريقتين، شكل الكت ومكتوب بي بي سي مكتوب عليه. انتبهوا دائما الكتابات هاي يعني مش على الفاضي موجود. طيب هلا words encountered in piping design بيجوا بيحدث مثلا عن شيء اسمه threaded fittings. اوكي وحكينا عنها هاي. threaded fitting بيكون البايب عليه مسنن اما من برا او من جوا. هون مثلا عندنا fittings هاي كوع ونقاصة وتي وإلى آخره، لاحظوا مسنن. هذا المسنن سواء من الداخل أو من الخارج، التسنين بيصير على بايبس ديامتر تاعها أقل من أو ثلاث، أقل من أو يساوي 3 inch. يعني لما بيكبر البايب بيصير ما مصير التوصيلات تاعتنا عن طريق أسنان يعني زي برغي، لا بصير إما بدنا نعتمد اللحام أو بدنا نعتمد الفلانجز. الفلانجز نستخدمها على البايب ديامترز اللي هي أكبر من أو تساوي 3 inch. هون عن هاي مثلا فيتنج زي ما احنا شايفين أمام الصورة النصانية الألوان السوداء، كيف الأطاريف تاعت الكونكشنز جاي فلانج، وهي بتتثبت يعني بولت أند نوت، وبيلزمك طبعا جاسكت عشان ما يصيرش ليك بين لما توصل فلانج هاي فلانج هون على هاي الفلانج، وثبتنا البراغي بصير عندي متل كونتاكت. متل كونتاكت ما بيعمل سيل، وبالتالي بصير لازم تحط سيلينج ماتيريال يعني زي مثلا سيليكون او كورك اللي هو الكورك اللي هو زي فلين او ربر جاسكتس الى اخره. من الاشياء اللي بيستخدموها في التوصيل كمان لما بنوصل بايبس شيء اسمه بيل اند سبيجوت جوينتس، يوجوالي يوزد في الاندر جراوند بايبنج، بنشوفها عاده في مثلا تمديدات المجاري
هون يكون ديامتر أوسع في جاي بتفوت جوا. طبعا بده يكون في هون عندنا طريقة في التوصيل، بيكون في جلد عندنا عشان تمنع الليكس. بتشوفوا هذا المنظر في المواسير الإسمنتية تاعت المجاري، وبرضه في مواسير بعض أنواع مواسير الماء. هلا بالبريشر تيرمينولوجي بيمر علينا أشياء، مثلا بيقول لك لو بريشر، ستاندرد بريشر، اكسترا هيفي بريشر، هيدروليك بريشر، بيمر كمان علينا هاي بريشر، بيمر علينا ميديوم بريشر. هاي كلمات مطاطة، أنا شخصيا بحبهاش، لأنه يعني بالهندسة لما تيجي تقول لي لو بريشر يعني قديش اللو تاعك. إذا كان واحد عم بتحدث بالهيدروليك ماشينز بيقول لك والله الضغط عندي ناقص أو لو، اللو تاعته بتحدثوا عن بريشرز بالرينج هذا، بالرينج هذا هون يعني بال 1000 2000 3000 بي اس اي. فلما يكون عنده الضغط مثلا نازل ل 500 بي اس اي بيقول لك والله الضغط عندي نازل، اوكي عندي لو بريشر. يعني مثلا الليفت مثلا الرافعه الهيدروليكيه مش شغاله كويس. على كل حال في البروسيس اندستري، في البروسيس اندستري لما يقول عندك لو بريشر مش معناها فاكيوم، لسه في بريشر عندك. فاكيوم يعني less than 14.7 بي اس اي ابسولوت. فإذا كان عندي فاكيوم بكون عندي ضغط أقل من واحد بار، أعلى من واحد بار عندي بريشر بس مش فاكيوم، إما أتموسفيريك، أتموسفيريك يعني الضغط الجوي. لو بريشر يعني لاحظوا 25 بي اس اي يعني بين واحد واثنين بار، هاي أكبر يعني الواحد بار اللي هو الضغط الجوي اللي هو تقريبا 14.7 بي اس اي. 2 بار شو بدها تساوي؟ تقريبا يعني 29 30 بار، خلينا نقول 30 بار، 30 بي اس اي. هاي 25 اذا هي جاي بين الواحد والاثنين بار، هذا بيعتبروه لو بريشر. ستاندرد بريشر، لاحظوا قال لك ستاندرد مش اتموسفيريك، اللي هي بين 25 و 150 بي اس اي. وهذا الكلام مش انه قانون، وانما يعني بعض الالفاظ المتداوله في عالم الضغط في البروسيس اندستري. واكسترا هيفي بريشر اللي هو من 125 بي اس اي الى 250، والهيدروليك بريشر لما نطلع الى 300 اللي يعني على 15 20 بار فما فوق. طيب factors to be considered in designing piping systems. شو الفاكتورز اللي بدنا نطلع عليها؟ اول شيء بدك تحدد نوع الماتيريال كونستراكشن. الاكثر شيوعا هو الحديد ستيل، بس ليس دائما هو الستيل. مثلا مواسير المجاري اجلكم الله مصنوعه من ايش؟ بي في سي. نعم بلاستيك او بي في سي. طيب هذه جوا البيوت صحيح، الاسمنت. طب ولا الحكومي البلديه مواسير المجاري تاعت البلديه من ايش مصنوعه؟ اسمنتيه. اوكي جوا البيوت بي في سي اللي هو بلاستيك. اوكي فبالتالي مواسير المي مش المجاري، المي اللي بتجيب لنا مي للبيوت. دور في شيء كربون ستيل، في شيء ستان ستيل، في بلاستيك برضو حسب المكان. اوكي لا انت اعطيت جواب يعني واحد منه صح واثنين غلط. مواسير المي اول شيء ما بتيجينا ستانلس ستيل، ستانلس ستيل غالي جدا وما بيلزم. غالي وما بيلزم، لو بيلزم مش مشكله حتى لو غالي بس ما بيلزم. والبي في سي او البلاستيك ما من المي ما بتيجينا لبيوتنا من خط البلديه ببلاستيك بايبس. انا ما انت بجوز جاوبت بناء على البيوت يعني مواسير البيت الداخليه ممكن تيجي بلاستيك. نعم صحيح. اما بنحكي على خط المي الرئيسي اللي بيغذي البيت بيجي ستيل او كاربون ستيل اذا بدنا نكون ادق. فالمهم الشاهد هون انك لما بدك تعمل بايبنج سيستم اول سؤال يعني بدك تجاوب عليه شو الماتيريال اوف كونستراكشن اللي بدنا اياه يكون معمول منه. بعديها بتسال عن شو المقاس تاعه، ولما نتحدث عن السايز نتحدث عن شغلتين الديامتر والوول ثيكنس. عنه ديامتر الانسايد ديامتر
إذا عندي الإنسايد ديامتر وعندي الوول ثيكنس معناها الأوتسايد ديامتر كمان نعرف، أو العكس عندي الأودي وعندي الوول ثيكنس الإنسايد ديامتر نعرف. فبالتالي يعني هذول التو بارامترز، لاحظ حكينا الديامتر ما حكيت لا إنسايد ولا أوتسايد لأنه أي واحد منهم بكفي بس واحد، وإذا حطيت إنسايد أوتسايد مع بعض ساعتها الوول ثيكنس تحدد، بس إحنا الوول ثيكنس نحب نعرفه لحاله قديش. فإذا هذول التو آيتمز نعرفه ومروا عليه. الأشياء من الأشياء الأخرى that you need to consider موضوع الـ effect of temperature level، ويعني معاها بدي أناقشهم مع بعض effect of temperature changes. فشو المقصود بالـ level تاع الـ temperature؟ يعني level of temperature عنديش درجة الحرارة، والـ temperature changes عنديش درجة حرارة عم تتغير معك في الـ process اللي عندك. طب شو دخل مستوى درجة الحرارة بـ الديزاين للبايبنج سيستمز، وشو دخل التمبريتشر تشينجز في الديزاين للبايبنج سيستمز؟ هلا الليفل اوف تمبريتشر يعني لما بدك تشغل على مثلا 200 درجه سي غير لما بدي اشغل مثلا على 40 درجه سي، شو اللي بتاثر عندي؟ بتاثر الماتيريال اوف كونستراكشن، بتاثر كمان شيء مع التمبريتشر ليفل، التشويس اوف ماتيريال بتاثر. يعني مثلا افرض ان انا اخترت الماتيريال في كونستراكشن احد اشكال البلاستيك، احد انواع البلاستيك، وانا بدي اشتغل على حراره مثلا 300 درجه سي، بزبط يكون عندي الماتيريال بي في سي مثلا درجه الحراره اللي بدي اشتغل عليها 300 درجه؟ مضبوط. شوفوا بتكون في عندكم فيلينج احساس للارقام وانواع المواد وبالاخره، مضبوط يكون عند البايب بلاستيك والحراره 300 درجه سي دكتور؟ 300 كثير على البلاستيك، بسيح ببطل البايب، فبالتالي بصير هو مو في كويس البي في سي بس مش للحرارات العاليه، روم تمبريتشر بصير ما في مشكله، حتى بالصيف ما في مشكله حرارات الصيف يعني قديش بدها توصل 40 50 كنت هاي ليش تعبانه هاي؟ طيب فبالتالي بدك تعرف التمبريتشر ليفل بدك تشغل عليها، لانها اول شيء بتاثر على الماتيريال في كونستراكشن. هاي واحد. ثنتين لما احنا بنركب البايبنج سيستم، لما نركب البايبنج سيستم على اي درجه حراره بنركبه؟ لاحظوا التركيب وليس التشغيل. على درجه حراره المكان الموجود فيه. على الامبيانت تمبريتشر. بنركب على الامبيانت تمبريتشر، حتى لما بلحم انا زي حراره محل ما بلحم بيكون حراره عاليه، بس بقيه البايب على الامبيانت تمبريتشر. طيب لما بدي اجي اشغل انا ركبته على الامبيانت تمبريتشر البايبنج سيستم، الان بدي اشغل وبدي اطلع مثلا ل 300 درجه سي مثلا بالتشغيل، هاي اوبريتنج تمبريتشر عندي، شو بده يصير عندي في الانابيب اللي انا مركبها والتوصيلات اللي انا مركبها؟ بصير في تغير بدرجه حرارتها، يعني بين الامبيانت ل 20 درجه سي مثلا وبين ال 300 اللي انا بدي اشتغل عليها، شو بده يترتب عليه بالنسبه للبايب والكونكشنز تاعته؟ عشان بسميها بايب ممكن توصيلات الالحام ممكن يصير فيها كسر، فبدي انطقك برضه كمان نوعيه الالحام تتناسب مع التغير في درجه الحراره. الالحام بتحمل حراره، تخافش عليه، واصلا بنشغل على حرارات عاليه. في شغله مهمه جدا بتصير عندنا هون، اختلاف نوع المعدن مع اختلاف نوع التوصيل او مدى التوصيل ممكن، بس في شغلة أهم من هاي، لأنه إحنا عادة نحب نكون التوصيلات وهذا من نفس الجنس. بصير في تمدد للبايبس؟ نعم، بده يصير في عندي تمدد للبايبس. ليه يعني؟ أقول اسمح البايبس ده تتمدد، فإذا كانت البايبس مثبتة على اليمين والشمال مثلا وبلشنا نشغل وبلشت درجة الحرارة تطلع بدي أوصل لل 300، شو بده يصير في طول البايب؟
يبدأ يزيد. إذا كان مثبت يمين وشمال وبده يزيد، شو بده يترتب على هذا الحكي؟ بده يصير عندي يعني ستريسز غير الستريس تاع الضغط تاع البايب نفسه. بده يصير عندي ستريس بسبب انه الحديد عم بتمدد مثلا، او النحاس عم بتمدد الى اخره. هذا الحكي بدك تكون انت في الديزاين تاعك تاخذه بعين الاعتبار، يعني منتبه عليه وبتعمل اجراءات بحيث انه لما يتمدد البايب ما يكسرش عندك، او ما يطعجش، او ما يخرب لك، ما يخرب لك شيء. طبعا كلكم بتعرفوا مثلا لما بتحط على سبيل المثال جنين بلاستيك وبتفللها بالماء وبتحطها بالفريزر شو بصير فيها، او زجاج فللها وحطها بالفريزر شو بصير فيها بس ما يتفرز؟ بزيد حجم الماء داخل شو بصير يعني بالاخير شو بصير؟ علبه بيبسي حطها بالفريزر بصير فيها انتباج، بصير فيها انتباج. تعال ثانيا شو بتلاقي علبه البيبسي شو صار فيها؟ بتاع ابوها تمددت بجميع الاتجاهات لدرجه انه ممكن كمان يكون جزء انكسرت من جهه معينه، انفلقت والبيبسي طلع لبرا اللهم بشكل مادي صلبه ايس ثلج. فالسرطان انه الماء تمدد. هلا احنا هون مش الماء اللي بده يتمدد، الحديد بده يتمدد، النحاس بده يتمدد، الالمنيوم بده يتمدد. اوكي هذول لانه احنا عاده البايبس من بتكون على الأغلب العام مصنعة من مواد معدنية. هلا طب البلاستيك، هلا البلاستيك ما بتمدد زي المعادن، بس البلاستيك بتطلعوش لحرارات زي هيك. يعني أنا أصلاً بكون كونسيرن بالبلاستيك مش بالتمدد بقدر ما أنا كونسيرن بأنه نفسه يتحمل درجة الحرارة. وأنا خوفي مش من التمدد والتقلص، لا خوفي من إنه يضلوا محافظ على الصفات الميكانيكيه تاعته. فهذا هون لاحظوا الايفكت اوف تمبريتشر ليفل، درجه الحراره اللي هي بدنا نشتغل عليها، بدي اكون ماخذها بعين الاعتبار. فهذا التمدد اللي بده يصير عندي بده اكون حاسب حسابه في الديزاين. كيف حاسب حسابه؟ يعني عامل اجراءات. عامل كيف يعني اجراءات؟ هون بيجي نعطيكم بعض الهنتس على بعض الشغلات اللي بيسووها. اوكي إذا كان عندي temperature level عالي على سبيل المثال I have to worry about losses في temperature في الانرجي عفوا، وبالتالي بصير مضطر أعمل insulation. temperature level والتغيرات في درجة حرارة بتعمل لي thermal expansion. درجات حرارة في المقابل إذا كانت very low ممكن يصير في عندي freezing في الخط. freezing يتوقف الفلو، يعني بصير عندك مثلا عند نقطة معينة إذا كان عندك ليكويد مثلا عادة حتى حوالين الفالز بروح يسكر لك الفالز، الفالز بطل يتحرك لأنه في عنده مواد صلبة تجمدت جواته. أوكي. وإذا شديت زيادة عليه على أساس تفتحه أو تسكره بتكسره، وياما بعضكم بجوز يعني يوما ما كسر له شيء فالز لأنه كان معلق. أوكي. معلق بسبب كروجين والفاولينج ماتيريالز and so forth. فان هذول الانسوليشن معروف شو هو، الثيرمال اكسبانشن كيف بدي اعالجه، الفريزنج كيف بدي اعالجه. اوكي هاي هون بس معلومات على التمدد كيف قديش الليفل تاعه بده يكون. اف تمبرتشر تشينجز من 50 درجه اف ل 600 درجه اف، 600 درجه اف يعني بحدود 300 درجه سي تاعتنا اللي حكينا عنها قبل شوي صغيره. اذا كان عندي 100 فوت ستيل بايب، اوكي اللينث تاعه بزيد حوالي 5 انش، 5 انش انت بتحكي يعني 5 ب 2 حوالي 12 سنتيمتر. غير 100 قدم يعني 30 متر تقريبا، 30 متر بدهم يزيدوا 12 سنتيمتر، فاذا مثبت يمين وشمال هاي 12 سنتيمتر هذول سيجنيفيكانت، وين بدك تروح فيهم؟ بدك تكون حاسب حساب كيف تتخلص من هالتمدد هذا بحيث انه ما يصيرش في عندي ستريسز داخل الماتيريال اوف كونستراكشن اتسلف. اذا كان عندي براس بايب مثلا براس اللي هو نحاس و نسيت نحاس وزنك على ما اظن بزيد عندي 7 انش يعني حوالي 15 16 سنتي، 7 في 2.5 لا اكثر حوالي قريب من ال 20 18 سنتيمتر، يعني شيء سيجنيفيكانت التمدد بيكون عندك لدرجه انه بصير عندنا فيليرز. سو وي هاف ا بروبلم، هاو دو وي سولف ذس بروبلم؟
مثلا واحدة من السولوشنز على موضوع التمدد هذا كيف تعالجه. You provide flexibility by using for example expansion loops زي هيك وزي هيك، بتشوف شغلات هيك عجيبة غريبة على الخط. أوكي. طبعا الصورة اللي على اليمين هون أفضل من هاي، هون لأنه هذا اللوب هاي معمول عشان بس يكون في، يعني هاي الصورة مفروض أغيرها، معمول لأنه هون في طريق فرافعين البايب، بس برضو بتنفع هاي كإكسبانشن لوب. هاي لا هاي أوضح، هاي عبارة عن توصيلي، هاي عبارة عن توصيلي بتكون موصلي من هون لهون كونكشن إما الحام أو whatever. طبعا هاي التوصيل هون بينها عليها إنسوليشن وإلها سبورت من تحت. أوكي. فلما البايب بده يتمدد من يمين وشمال هاي بصير يزيد الديامتر تاعها بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه. أوكي. لأنه من تحت قاعدة على قاعدة. المهم بصير يعني البايب ما يضغط على البايب وإنما بضغط على الكونكشن اللي جاي بشكل لوب. من المعالجات الأخرى اللي بيسووها اللي هو changes in direction، زي ما احنا شايفين هون، هون طيب مثلا مغيرين الاتجاه، لفين ولفة بعدين مكملين. بيجي واحد بيقول لا هذا بس عشان الجدار. طيب ماشي عشان الجدار، ما عنديش الصورة الثانية. في صورة ثانية طيب في الأرض، يعني على وجه الأرض، ويعني تخيل ان هذا مش في الهواء، افقي، يكون افقي رايح هيك هيك وكمل، بتطلع عليها لا في حجر بلف حواليه ولا ما يحزنه. هاي تشينج ان دايركشن عشان عند الكوع، عند الكوع بصير هذا يتمدد على الكوع، هذا يتمدد على الكوع، الاسترس بصير على الكوع، والكوع لانه في كيرف، الكيرفات بتاخذ الضغط، يعني بتصير تتمدد لبرا ولا جوا. اكثرها تكلفه انك تستخدم what we call a slip joint. هاي السليب جوينتس إذا يوما ما أخذناكم رحلة على منطقة الخدمات اللي في الجامعة عند البويلرات، هذولا بتشوفوهم السليب جوينتس اللي هو هاي الموجودين، هذولا عبارة عن بيلوز زي زي كأنه زنبرك، بس مش زنبرك زنبرك زي ما أنتم متخيلين، وبتصير هي الطعوجات هاي تأخذ وتعطي. كيف في آلة موسيقية نسيت شو اسمها، بيكون واحد ماسكها معلقها على رقبته وإيديه يمين وشمال، وبيبدأ يكبر ويصغر في الطعجات. فهمتوا علي شو هي؟ نسيت شو اسمها. في حدا بيعرف؟ شكلها زي هاي بس أفقي، بيكون لها إيد يمين وإيد شمال، بتصير حد الموسيقار هذا يكبر ويصغر فيها. Yes, no, yes, no. طيب هاي slip joint design الداخلي تاعها. Okay. Slip type expansion joint. يعني هاي بس منفرجيكم بعض التفاصيل من باب انكم ما تكونوش يعني غايب فيلي على المعالجات اللي هاي الصورة اللي حكيت لكم عنها. هذا خط انابيب عند منطقة معينة لافف تك 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 ومكمل. ليش هاللفة هاي؟ هاي اللفة ليش عاملينها؟ ما في شيء هون، ما في هون حجر بناء ولا يقال كان في شيء وشالوه وظلت اللفة هاي تاعته، لا، هاي عبارة عن expansion joints بغير في الاتجاه عشان الكوع هذا هون والكوع اللي هون والكوع اللي هون والكوع اللي ما برجع هون، من أربعة كوع، كوع اثنين ثلاثة أربعة كوع، هذول بيأخذوا التمددات والتقلصات اللي بتصير في السيستم. منكمل في الأشياء things to consider in designing piping systems. Flexibility of the system for physical or thermal shocks. طيب هلأ شو معنى shock؟ shock معناها تغير مفاجئ حراري، تغير مفاجئ فيزيائي. هلأ نحكي على thermal shock لأنكم تعرفوها هاي thermal shock. thermal shock أنتوا مرت عليكم في بيوتكم.
شو رسمت أنا الآن؟ قياسي ويعني صدقوني هاي رسمة إبريق شاي. أوكي؟ رسمة إبريق شاي. تيجي بتصب مي سخنة جوا الكاسة إلا يكون يوما ما صار عندك اللي هو إيش؟ كسر. مرت عليكم الحالة هاي ولا لا؟ اه دكتور بالشتوية. اه وممكن بالصيف كمان، بس بالشتوية بتكون يعني ظاهرة أكثر. هذه صار عندنا ثيرمال شوك، القزاز بارد، حرارته حرارة الغرفة، وهي عندنا حوالي بيربد مثلا الحرارة بتكون حوالي 95 98 درجة مش 100. وبتصب الكاسة بتكون في سوء مصنعية فيها، أوكي، أو جت بزاوية معينة على الكاسة اللي هو تغير مفاجئ في درجة الحرارة. ثيرمال شوك، شوك معناه تغير مفاجئ في شيء. فإذا كان الثيرمال معناه تغير مفاجئ في درجة حرارة، هاي حرارتها 100 مثلا، وهي حرارتها مثلا بالشتوية بتكون حوالي 10 دقري سي، أوكي، فبدو ينتقل من 10 ل 100 درجة بشكل مفاجئ، بدو يتمدد القزاز، فبصير عندي ستريسز الداخل في الماتيريال كونستركتيف ما يتحملهاش فبكسر. هاي ثيرمال شوك. طب فيزيكال شوك، بيجي واحد مثلا معه شاكوش ويضرب القزازة، يعني هذا بيكون فعل فاعل. طيب ماشي، هاي بايب، ويجي واحد يضرب بالشاكوش على البايب، يقول يا دكتور هاي عم اضرب البايب بالشاكوش، يعني هاي فعل فاعل مش شغلة طبيعية. وعادة احنا فعل فاعل هذا يعني بدخل الشرطة فيه، بصير فيه تحقيقات وإلى آخره، انه هذا يعمل له يعني فيه حركة جنحة وتفا. اوكي، فبدناش شاكوش، يعني بس عم بنميز شو يعني فيزيكال شوك، انه اكل له ضربة فيزيائية مفاجئة على البايبنج سيستم. الان في عندنا بالصناعة اشياء شبيهة ضربة شاكوش، بس مش بفعل فاعل، يعني مش من عفوا مش مش بسبب انه واحد ضربها بايده، لا، بسبب الاوبريشن، اوبريشن مش مظبوط. اكزامبل على فيزيكال شوك، شغله بنسميها الووتر هامر. حتى لو حتى لو الليكويد اللي عندي مش ووتر، اوكي، بسموها ووتر هامر. شو هو الهامر؟ الووتر هامر او الهامرنج اللي بصير في الخطوط. This is caused by the quick opening or the quick closing of a valve. Okay, that may damage the piping system. كيف يعني؟ مثلا هذه ثلاث صور. الصورة الأولى عندي هون فالف مسكر، هذا فالف مسكر، هون في عندي مي، هون فاضي، أو قد يكون في ماء كمان، بس إنه الفالف مسكر. لما نفتح الفالف، okay، المي بدأ تمشي الجهة الثانية، okay، المي ماشي، لأن صار السيستم عندي مي ماشي. تجيت أنا على الفالف هذا وسكرته بشكل مفاجئ، يعني بسرعة سكرت، سكرت بشكل مفاجئ، يعني المي لسه بدها تكمل مجي، يعني متصل، هذا خط متصل continuity. فأنت لما بتسكره بشكل مفاجئ، المي بدها تيجي تكمل السير تاعها، اصطدمت بجدار. هذا شو بصير الآن؟ بصير المي بدها ترتد لورا، وفي عندي ضغط بهذا الاتجاه.